السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة اليوم. اليوم غادي نشوفوا واحد معسلة من معسلات رمضان اللي هي المقروط، معروف في الجهة الشرقية سورتو في رمضان. الوغ بالنسبة للمقادير، عندي هنايا 750 غرام ديال سميدة رقيقة، عندي 200 غرام ديال الزبدة مدوبة، ندوبوها عادي يعني ما كنحمروها ما حتى شي حاجة، كندوبوها صافي. عندي نص كاس عنبة ديال الزيت، زيت نباتية، وعندي هنايا واحد كاس كبير درت نص ثومه ونص ما زهر. ومن بعد من غادي نبدا يعني نجمع العجينه ديالي، الا احتاجيت لهذا باش انني نجمع راه غادي نزيد الماء. وهنايا عندي التمر، عندي يعني ربعه 250 غرام ربعه ديال التمر، درت معاها جوج معالق كبار ديال التجنجلان محمص، عندي معلقه صغيره ديال القرفه ومعلقه صغيره ديال الزبده. الوغ اول حاجه هو انني غادي نبسس هاد السميده ديالي بالزبده والزيت. كندير واحد القريصه ديال الملح كيف ما كتشوفوا، لان الملح معروف انه كيصحح الضوء. فوالا، دابا غادي نخوي هاد الزبده ديالي هكا. غنزيد عليها الزيت، فوالا كيجي رائع صراحة هاد المقروط، سيغتو أن يعني هاد المقروط اللي غادي نوجد معكم اليوم فهو كيطيب في الفران ما تيتقلاش. أنا كيف سبق لي وقلت لكم أي حاجة تتقلى ما كتعجبنيش شي بزاف. فوالا كندخل يعني ما تتبقاش عندي شي حبه ديال السميده ناشفه، كندير هاد الزبده كامله كندخل في هذيك السميده، اولا كنبسبس هاد السميده هذه ديالي كامله. فوالا شفتي صافي حتى كيولي عندي على هاد الطريقه هذه، على هاد الشكل هذا. فوالا دابا غادي نخليه يتشرب هاد الزبده والزيت على الاقل واحد نص ساعه، ممكن حتى الى صوبتوه مثلا بالليل درتو ليه هاد الطريقه هذه يعني بسستوه بالزبده والزيت، ممكن انكم تغطيوه وتخليوه حتى الغد ليه عاد تبداو انكم تجمعوا فيه بالماء زهر والماء باش تشكلوه. انا غادي نخليه يرتاح دابا ونرجعوا من بعد. دابا من بعد ما درت ديك العجينه ديالي ترتاح، غندوز نخدم التمر ديالي. خلطت معاه داك الجنجلان، الزبده والقرفه، وغادي يعني نخدمو بحال هكا مزيان. الا كان عندكم يعني هو شويه قاصح ممكن انكم تضيفوا ليه شويه ديال ما زهر، انا عندي هو هذاك يعني كيف ما كتشوفوا الا زدت ليه ما زهر فهو غادي يجرى. صافي وغادي نبدا كيتحيد من داك الجنجلان، صافي وغادي نبدا نشكل منه واحد الحرابل. على هاد الشكل هذا كنديرهم يعني مرقق مغلط. فوالا ناخذ واحد النص باش نقطع في النص. صافي وشفتوا السمك ديالو، كنديروه شغلات بزاف وما كنديروهش رقيق بزاف عاوتاني. نكمل يعني هاد التمر ديالي كامل. فوالا نقسم في النص،
صافي وغادي نستمر يعني حتى نكمل هاد التمر اللي عندي كله وندوزو نشكلو المقراط ديالنا. فوالا كيجي صراحة هاد المقروط هذا كيجي هشيش سورتو انه يعني طايب في الفران ما فيهش الزيت بزاف اولا انه ديجا هو فيه الزبدة ملي تنقليوه تيولي داكشي مدم بزاف. فوالا صافي غنكمل انايا هاد التمر وغادي نتلاقاو من بعد ان شاء الله. الوغ دابا من بعد ما ارتحت لينا السميده ديالنا غادي نجيبها صافي وغادي ننزلها على هذا الشكل هذا باش نبدا يعني نجمعها ونشكلها على شكل مقرطات. انا غندير الشكل الكلاسيكي ديال المقروط يعني ما غنديرش شي مول بريستيج اولا مارشون بريستيج غنديرو عادي مقروض بلدي. صافي دابا غنبدا نرشو بحال هكايا ونجمع الريحه ديال الزهر طالعه زوينه. صافي انا ضفتو كامل داك الكاس ولاحظوا معايا يعني ان هذا الكاس كبير لي نصومه ونصومه زهر فراه جمع ليا العجينه شفتي. كنظن اننا ما نزيدوش صافي داك الكاس راه جمع لينا العجينه ديالنا تاوي دا شربات لينا من بعد ملي نبداو نشكلو ديك الساعات يا يعني اما نزيدو لها نرشوها بشي شويه ديال الماء زهر اولا شي شويه ديال الماء. صافي على هاد الشكل هذا دابا غادي نهز واحد الطريف اللي غادي نخدم والاخر فانا غادي نغطيه يعني بهاد السلوفان باش ما يشربش ليا بزاف وتيبس ليا ديك السميده. صافي كنجيب هاد السميده ديالي كنبدا نخدم فيها بحال هكا نتمنى يكون واضح هكايا فوالا كندير واحد الحربول هاد الحربول فانا كنضغط هنايا في الوسط غير الصبع ديالي باش كندير يعني واحد الحفيره الوسط اللي غنزل فيها التمر ديالي. كناخد الحربول ديال التمر على هاد الشكل هذا فوالا كنزلو كنشد عليه بحال هكا بالسميد تنغطي داك التمر ومن بعد فكنبدا نحبلو باش كياخد لي اون فورم على هاد الشكل هذا فوالا
صافي دابا من بعد ما خدا لي هاد لا فورم هادي ديال هاد الحربول كنخليه غليظ شي شويه لان مازال غادي نضغط عليه من الفوق. فوالا الوغ دابا كنجيب يعني هادي سبيسيال ديال المقروض، ممكن تستعملوا الموس، كنضغط بهذه الطريقه هادي وكنهز. دابا غادي نجيب الموس وغادي نبدا نقطع على حسب يعني هاد الرشيمات اللي عندي. الوغ ها هو الموس ديالي فوالا، كنحيد بحال هكا، هو بحال كيطراس لينا دوك المقروضات ديالنا. الوغ دوكو حنا شنو كنديرو، حنا غير كنقطعو فوالا، كيجيونا مقادين غنجيب شي حاجه باش نهز. هانتوما تتشوفوا الشكل ديالو، كنخليوه غليظ باش منين كنضغطوا عليه كياخذ لينا هاد لا فورم هادي كومسا، منين يطيب يعني ما كيجيناش كبير بزاف. صافي وغادي نبدا ننزلو في لاطه الفران بلا ما ندهنها بحتى شي حاجه لانه فيه الزبده. فوالا هانتوما شفتيو ها كيفاش كتجي. صافي غير تنقادها شي شويه واش من جناب فوالا، وكنزلها في لاطه ديال الفران. صافي انا غادي نستمر يعني حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي وندخلو للفران، ومن بعد غادي نديروه في العسل. هاد الكميه يعني هاد 750 غرام ديال السميد راه كتخرج لينا واحد الكميه لا باس بها، لانه هو صراحه كيجي كبير ويعني فهو كيجي يعني حلو بزاف كما كنعرفوا يعني في رمضان حنا كنستهلكوا صراحه هذا الشيء ديال المعسلات، واخا هذا الشيء ماشي صحي ولكن فرحنا كنستهلكوه. فوالا انا غادي نكمل هذا الشيء ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا المرحله المواليه. فوالا دونك ها هو المقروط ديالي شكلته كيف ما كتشوفوا معايا. غادي ندخلو دابا الفران يطيب. انا عندي فران ديال الضو سخنته فوق ولتحت على درجه حراره 200، وغادي نخليه يعني غادي نقصلو 180 ونخليه يطيب على المهل باش ما يتخطفش ليا ويبقى ليا الوسط خضر، ومن بعد ما غيتذهب اللون ديالو غادي نطفيه في العسل ان شاء الله. الوغ ها هو المقروط ديالنا من بعد ما طاب. فوالا ها هو كيف كيجي، سي فغي في الكاميرا راه ما كيبانش محمر ولكن ها نتوما تتشوفوا معايا هذا هو الجهد ديال الطياب ديالو، يعني كيجي مذهب. دابا شنو غادي ندير، غادي نطفيه في العسل، العسل بارد والمقروط سخون فوالا، وكنخليه يعني كيشرب ليا العسل ما كنزربش عليه نحيدو، كنخليه على الاقل على الاقل واحد ربعه ديال السوايع، ومن بعد كنهزو كنصفيه. ممكن انني نقدمو في كويخطات اولا نقدمو بحال هكا، تقدروا كاع الا بغيتيو ديروا عليه شويه ديال اللوز افيلي في لا ديكوراسيون اولا شويه ديال الجنجلان اولا تخليوه كاريمون بحال هكايا. صافي انا غادي ندير نكمل يعني نديرهم في العسل. غنجيب واحد لاكيير لانه هو هشيش بزاف فما كيخصناش نبقاو نزعزعوا فيه. فوالا كنخليو حتى كيبرد في داك العسل باش كي يعني كيقبض في راسو ما كيبقاش شي يعني داك الهشاشه اللي كتكون عند فيه فاش يلاه كنخرجوه من الفران. فوالا كنعطيه الخاطر
صافي غادي نستمر انايا، غادي نمشي نجيب واحد السلطه ديال واحد اخر فين غادي ندير العسل باش ننزل فيه يعني داكشي اللي بقى لي، لان ما يمكنش ليا ندير شي فوق شي في هاد البول هذا. فوالا ها انتما تشوفوا كيفاش كيجي. صافي انا غادي نكمل هاد الكميه اللي عندي يعني عسلها ونتلاقاو في الطبق النهائي. هذا هو الطبق النهائي اولا الشكل النهائي ديال المقروط ديالنا من بعد ما تعسل. انا خليته تقريبا شي 5 سوايع في العسل، يعني حتى برد مزيان باش كيتشرب العسل او ميم طون كيجينا رطب وكتجينا ديك السميده لداخل يعني مرمله ملي كيشرب العسل. الوغ غنوريكم وحيده كيف كيجي، شوفوا يعني يلاه انا يلاه نويت انني غادي نضغط عليها. فوالا نتمنى انكم تجربوه، نتمنى ان وصفه اليوم تكون عجبتكم، والى اللقاء ان شاء الله مع شي معسله اخرى رمضان. الى اللقاء.